مساء الخير جميعا، وفي البداية أشكر الأخوان في المنبر والأخوان في التجمع القومي على هذه الفرصة لاستعراض بعض النقاط المتعلقة بتقرير ديوان الرقابة المالية. تعرفون ديوان الرقابة المالية تقرير يصدر سنويا، والآن النسخة تقريبا 14/2016/2017. في المرحلة أو في النقطة الأولى، الديوان طبعا أنشئ بقرار أو بقانون بمرسوم قانون رقم 16 لسنة 2002 صادر بتاريخ 3 يوليو 2002، وهو تقريبا قبل اجتماع أو قبل انعقاد المجلس الوطني بعد المشروع الإصلاحي. وجاء هذا في إطار استكمال بعض المؤسسات التشريعية والدستورية، ولذلك أنشئ هذا الديوان، وتم إجراء تعديل على إنشاء قانون إنشاء الديوان، وتغيرت من ضمن الأشياء التي تم تغييرها هو تغيير تسمية من ديوان الرقابة المالية إلى ديوان الرقابة المالية والإدارية. يتولى الديوان ضمن قانون إنشائه أعمال الرقابة النظامية ورقابة الأداء والرقابة الإدارية والرقابة المالية، ويصدر التقرير ديوان سنوي تقرير سنوي، ويمكن أن يصدر تقرير نصف سنوي، أو يمكن أن يصدر تقرير حسب الحالة إذا ارتأى الديوان هناك متطلبات. طبعا أيضا يغطي تقرير الديوان الحساب الختامي للدولة مثل ما يقوم فيه مدقق الحسابات الخارجي للشركات. يرفع ديوان تقريره إلى جلالة الملك وإلى رئيس مجلس الوزراء وإلى مجلس النواب بموجب المادة 19 من القانون. هذا لمحة سريعة عن ديوان المالية والإدارية. في الكويت حبيت أجري مقارنة مع ديوان المحاسبة في دولة الكويت. ديوان المحاسبة في دولة الكويت أنشئ بموجب القانون رقم 30 لسنة 1964، وهو ملحق بمجلس الأمة الكويتي. يرفع أيضا تقريره لسمو أمير دولة الكويت ولرئيس الحكومة الكويتية وإلى مجلس الأمة ليستفيد من مجلس الأمة بطريقة أفضل بكثير مما في اعتقادي الشخصي يستفيد منه مجلس النواب عندنا في البحرين. ويستخدم تقرير ديوان المحاسب الكويتي أو استخدم في جميع الاستجوابات تقريبا اللي حصلت في الكويت، وأهم استجواب حصل في الكويت لوزير المالية الكويتي سنة 86 كان حول صندوق ضمان معاملات الأسهم بالأجل في الكويت. أنشئ صندوق لمعالجة نتائج أزمة المناخ الكويتية في 82، وديوان المحاسب الكويتي كان عنده ملاحظات جوهرية وجدية أدى إلى استجواب وزير المالية، ومن ثم يعني تم الاستغناء أو تغيير الحكومة الكويتية وإلى آخر. من اللجان اللي تستفيد من تقرير المحاسبة الكويتية هي لجنة الميزانية. لجنة الميزانية عندها تقارير المحاسبة الكويتية أمامها في حالة مراجعة الميزانية أو في حالة مراجعة الحساب الختامي، ومن خلاله توجه الأسئلة وتشكل لجان تحقيق وإلى آخره. واللجنة الأخرى هي لجنة عندهم لجنة اسمها لجنة حماية الأموال العامة، هذا أيضا لجنة تقريبا فاعلة وتوجه العديد من الاستفسارات والأسئلة إلى النواب. فيما يتعلق بتقرير البحرين الأخير، أنا بأخذ مجموعة نقاط من ضمنها الدين العام. الدين العام في نهاية 2006 وصل 8 مليارات و866 دينار حسب ما ورد في التقرير، لأن هناك أيضا مبلغ آخر وهو يتعلق بالدين اللي حصلت عليه الحكومة.
الحكومة من البنك المركزي وهو 1064 مليون، أي مليار و64 ألف، يعني أن الدين وصل إلى 9 مليارات و930 في حدود 10 مليارات في نهاية 2016 مقارنة ب 4 مليارات و200 مليون في 2012، بمعنى ان الزياده اللي صارت من 2012 الى 2016 الاربع سنوات هذه زياده كبيره جدا. ويمثل هذا الدين 80% من الناتج المحلي، ويعتبر نسبه عاليه وحرجه للاقتصاد الوطني، تركت لها اثار سلبيه على الاقتصاد، على التصنيف الائتماني للبحرين، بحيث انخفض التصنيف الائتماني، وانخفاض التصنيف الائتماني للبحرين معناته ينعكس على ارتفاع أسعار الفائدة في حالة الاقتراض من الخارج، وحتى الاقتراض من الداخل. الأسبوع الماضي تقريبا ممكن قرأتون في الجرائد أن البنك المركزي نزل سندات خزينة جديدة بسعر فائدة 5.5%، و5.5 تعتبر في سوق الاقتراض التجاري مرتفعة. احنا في الشفافية في 2015 في ميزانية مناقشة ميزانية 2015-2016 كان ويانا الدكتور جعفر موجود، وبعض الاخوان مش موجودين معانا هنا. احنا طلعنا بتوصية وهي اهمية انشاء هيئة لمراقبة الدين العام ووضع اطار للدين العام، بحيث ان هذه ما يتم تجاوزه، او يعني على الاقل يعرفون وين راحت الفلوس، كيف انصرفت، يحطون لهم استراتيجية لمراقبة الدين العام. النقطة الثانية هو صندوق احتياطي الأجيال القادمة، وهي ميزة طبعا. تعرفون الصناديق السيادية في دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية والنرويج وإلى آخره. البحرين طبعا في السنوات الأخيرة أنشأت صندوق اسمه صندوق احتياطي الأجيال القادمة، الرصيد حتى نهاية 2016 615 مليون دينار بحريني، ونأمل طبعا أن هذا الرصيد في الصندوق لا يتم التصرف فيه أو السحب منه، لأن هذا يعتبر ضمن يعني الأموال للأجيال القادمة. لأن الملاحظة اللي لنا عليها أو اللي لي على هذا الصندوق هي نسبة العائد على الصندوق، على الاستثمارات الصندوق نسبة ضئيلة تقريبا 2%، و2% في يعني حجم الاقتصاد تعتبر قليلة في الاقتصاد المحلي. في عندنا عوائد ممكن تكون أفضل من هذه النسبة بكثير، والإخوان الاقتصاديين اللي يشتغلون في الاستثمار يقدرون يصنفون هذا الوضع أفضل. النقطة الثالثة هي الصرف من ميزانية المشاريع. تفهم كل الوزارات عندنا اللي هي ميزانية اللي هو المصاريف الاعتيادية، الرواتب وإلى آخره، في عندها مصاريف للمشاريع اللي تعتبر مصاريف استثمارية بعيدة المدى، وهي استثمارات رأسمالية. في أحسن الحالات عندنا اللي هي وزارة البلديات حققت نسبة 66%، وهناك هيئات أو وزارات حققت تقريبا 20%. وزارة التربية بالرغم من أهميته وأن هناك ميزانية مهمة لإنشاء مدارس وإلى آخره ما تحتاج البلد للنهوض بالحركة التعليمية والتدريب والطلبة وإلى آخره، حققت تقريبا 51%، وهي نسبة تقريبا السنوات السابقة نفس الشيء. في تقديرنا هذا يعني يعطي انطباع بأن التخطيط لإقامة المشاريع الاستثمارية والمشاريع الرأسمالية في هاي الوزارات تخطيط ضعيف، يحتاج إلى إعادة مراجعة. وهذا لو استغل ديوان مجلس النواب هذه المعلومات ووجه الأسئلة لاستطاع أن يحرك الوزارات هذه بأنها تقوم بعملية الاستفادة من الميزانية المشاريع اللي تدرج ويعتمدها مجلس النواب في شو اسمه. هناك بعض الأمثلة على بعض الملاحظات اللي وردت في التقرير، أنا ما بستعرضها، يمكن الأخوان يستعرضونها، بس بشكل عام فيما مثلا بتكلم عن ملاحظة واحدة، وهي المشتريات في وزارة الشؤون الإسلامية، وزارة العدل والشؤون الإسلامية، عندما يتم تقييم العطاءات اللي تقدم إلى الوزارة، يعني طريقة التقييم عندهم أيضا تخالف حتى المعايير اللي عندهم، بالإضافة لأنها تخالف
المعايير اللي وضعها مجلس المناقصات والمزايدات وإلى آخره. وهذه ملاحظة جديرة بالاهتمام، يفترض أن يكون فيه استفسار. النقطة الأخرى هي الشفافية في المعلومات. نلاحظ في البحرين تنشر بعض الجرائد ملخص لأهم الملاحظات وملاحظات اختيارية وملاحظات معينة تتعلق ربما بتوجهات معينة وإلى آخره، تنشر في بعض الجرائد كل جريدة حسب قناعتها للملاحظات اللي تراها. ديوان الرقابة أو قانون إنشاء ديوان الرقابة لا ينص على نشر تقرير الديوان على الملأ أو خلنا نقول إلى العموم مثل ما يحصل في دولة الكويت. دولة الكويت بداية من 2015 بدأت تنزل تقرير ديوان المحاسبة بكامل تفاصيله بكل ملاحظاته، وحتى أيضا رجعوا باك ديتد لكل التقارير اللي كانت عندهم، نزلوها بي دي اف، ومن يريد أن يطلع على التقارير للسنوات السابقة هي موجودة ومتاحة. احنا نعتقد أن هذه نقطة مهمة يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار من قبل المجلس النواب بإعادة النظر في التشريع لديوان الرقابة المالية، إجراء تعديل معين على قانون الإنشاء للسماح لديوان الرقابة المالية أن ينشر تقاريره على الملأ، الكل يطلع عليها، الباحثين، الاقتصاديين، الأكاديميين، لأن هي في النهاية يفترض أنها تكون يعني الكل يعرف عنها. وهذا يأخذنا إلى نقطة أخرى، وهي نقطة اللي كنا نتكلم فيها إحنا في الشفافية على الأقل من 2009، وهي قانون حق الحصول على المعلومات. إحنا في 2009 يمكن بعض الإخوان اللي يتذكرون آنذاك أقمنا ورشة عمل لمدة 3 أيام، ومن خلالها طلعنا بنتيجة مقترح لقانون حق الحصول على المعلومات، تبنوه بعض الإخوان النواب آنذاك في 2009 وقدموه، لأنه خرج قانون آخر هو قانون اسمه حماية الوثائق السرية للدولة، وقانون حق الحصول على المعلومات لا زال في أدراج المجلس أو مجلس الشورى الله أعلم. النقطة الثانية أو السادسة هي دور مجلس النواب. لمجلس النواب البحريني دور رقابي مهم جدا كما نص عليه الدستور في عدة مهام، وأهمها المادة 69 والتي تنص على أنه يحق لمجلس النواب في كل وقت أن يؤلف لجان تحقيق أو يندب عضوا أو أكثر من أعضائه للتحقيق في أي أمر من الأمور الداخلة في اختصاصات المجلس المبينة في الدستور، على أن تقدم اللجنة أو العضو نتيجة التحقيق خلال مدة لا تتجاوز 4 شهور إلى آخر. ومن يفتح مجلس الصفحة الرئيسية لمجلس النواب رايح يقرأ فيها من الأدوات الرقابية التي يستطيع من خلالها اللي هو مجلس النواب أداء مراقبة أداء السلطة التنفيذية، ولعل من أهمها وأحدثها هو برنامج عمل الحكومة الذي ينظم العلاقة بين السلطة التنفيذية والسلطة الرقابية وراحة الصفة. من ضمن الأشياء اللي نص عليها الدستور في أهم الرقابة المنصوص عليها هي الأسئلة البرلمانية، طلبات التحقيق البرلمانية، طلبات الاستجواب طبعا ما يحتاج نتكلم فيها ويمكن هي الحديث، طلبات المناقشة العامة، الاقتراحات برغبة، تنظم اللائحة الداخلية للمجلس، أعمال المجلس في هذا المجال، وكذلك في الاستجوابات بالرغم من صعوبتها وربما استحالتها بعد التعديل الأخير على اللائحة الداخلية. نعتقد أنه يمكن الاستفادة من تقرير ديوان الرقابة المالية بشكل أفضل مما هو عليه الحال الآن. الآن الأخوان يكتفون بتحويل التقرير إلى اللجنة المالية أو أي لجنة أخرى في مجلس النواب، هاي اللجنة تقوم بدراسة التقرير وتطلع بالتوصيات لا تختلف عن التوصيات الواردة في التقرير نفسه اللي سبق لنا قدمت إلى السلطة التنفيذية وقدمت إلى جلالة الملك وقدمت إلى المجلس. المفروض أنه يستفيد منها مجلس النواب هذه التقارير أولا بإنشاء لجان تحقيق، أما في مواضيع معينة نفترض في التأمينات مثل ما حصل في مجلس 2002 أو في نقاط أخرى تتعلق بالأراضي مثل ما حصل في مجلس 2010، أو أنه يعني يتخذ مسار آخر وطرح استجوابات أو طرح، يعني لابد من تحريك
أو الاستفادة من هذا الموضوع بطريق من هذا التقرير بطريقة أفضل ما هو عليه الآن. وأهم استفادة يفترض أنه تؤخذ بعين الاعتبار هي التقدم بمقترحات قوانين، مقترحات قوانين تغطي نقاط الضعف الموجودة التي وردت في تقرير ديوان الرقابة المالية. وأيضا من المهم أيضا هو تشكيل على الأقل لجنة لمتابعة تنفيذ توصيات مجلس تقرير ديوان الرقابة. هل السلطة التنفيذية، هل الوزارات قامت بتنفيذ هذه الملاحظات أم لا، توصيات ديوان الرقابة المالية؟ وكثير من الأحيان يتكلم ديوان الرقابة المالية عن أن هذه التوصيات أو الملاحظات تتكرر سنة بعد أخرى، مثل ملاحظات تتعلق بتجزئة المشتريات أو تجاوز السقف المصاريف أو إلى آخره. هذه الأمور يستطيع مجلس النواب الاستفادة منها. وأيضا لابد أثناء مناقشة الميزانية العامة لكل سنتين اللي تتم وأي مناقشات أخرى، لابد أن يكون تقرير ديوان الرقابة المالية أمامهم صفحة مفتوحة عندما يناقش أي موضوع، يشوف ديوان الرقابة المالية شو قال عن هالموضوع، يستفيد من هالملاحظات هذه، لا يكتفي أن يحول إلى اللجنة المالية وثم تطلع بتوصيات تدرس لمدة أسبوع أو أسبوعين ويطلع بتوصيات ترسل إلى مجلس الوزراء أو إلى السلطة التنفيذية، وفي النهاية هي تقريبا نفس التوصيات الواردة فيه. لأن أيضا مجلس الوزراء يشكل لجان خاصة فيه متابعة التنفيذ، وجزء منها يحول إلى السلطة القضائية. وكان قريت الأسبوع الماضي أن النائب العام أو المحامي العام حول بعض الملاحظات إلى بعض الأجهزة لمتابعة التحقق وإلى آخره فيما ورد في بعض التوصيات إذا كانت هي جناية أو هي مجرد ملاحظات إدارية. احنا عندنا مجموعة من التوصيات، واحد من هاي التوصيات هي الاستفادة المثلى لتقرير ديوان الرقابة المالية، مثل ما قلتوا الأهم أثناء المناقشة وتوجيه أسئلة وتشكيل لجان تحقيق، إجراء التعديلات اللازمة على قانون إنشاء الديوان من أجل السماح بنشر التقرير، إصدار قانون حق الحصول على المعلومات، إنشاء هيئة مستقلة لمكافحة الفساد، إصدار قانون حماية الشهود والمبلغين، وأعداد استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد. وأنا أشكر لكم حسن استماعكم وإن شاء الله يكون أقل من الوقت. شكرا جزيلا.